أهلا بكم مشاهدينا مجددا إلى فقرة ضيف غرفتي الأخبار الذي سنلفت الانتباه فيه لتوجه الجزائر نحو رسم سياسة اقتصادية تنطلق من ترقية الصادرات خارج المحروقات، وهو ما يستوجب تشجيع للاستثمارات الأجنبية المباشرة بهدف تنويع فرص الجزائر في الانتاج والتصدير. ومن هذا المنطلق وجدت الجزائر في هذا النوع من الاستثمارات آلية لتنويع مصادر الدخل ومدخلا صحيحا لإعادة هيكلة اقتصادها وتكييفه مع متطلبات الأسواق الدولية. ولإثراء النقاش يسعدني استضافة الأستاذ أمين بوطالبي، رئيس المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير. أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا بك أستاذ. بالنسبة للمعطيات التي متوفرة لدي، يعني رغم أهمية الميزان التجاري والذي سجل طبعا فائضا قدره 17 مليار دولار لأول مرة منذ الاستقلال، وخاصة كذلك قطاع المحروقات الذي حقق هو الآخر يعني مداخيل مكنت من إنعاش الخزينة العمومية، لو تضعنا يعني في واقع الاستثمار الأجنبي بالجزائر ودوره في ترقية الصادرات خارج المحروقات. أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، شكرا لك على الاستضافة. اليوم الجزائر تتجه نحو قاعدة استثمارية قوية ومتينة، لأنه لما الإنسان يحب يبني بناء لابد أن يكون الساس متين. لذلك نرى ربما أنه تقليص حجم الواردات هو شيء مهم جدا، التقليص لكن تقنين، نروح لتنظيم هذه المهنة. شفنا عدد السجلات اللي كانت تاع استيراد العديد من المستوردين، يعني وقفوا السجلات تاعهم باه يعاودوا ينظموها بطريقه محكمه، ويشوف انه الماده اللي كان يستوردها يروح بها الى التصنيع لتكون اكثر فاعليه في الجزائر. بطبيعه الحال شفنا انه الجزائر حتى الموقع تاعها اقتصاديا تغير مقارنه بالسنين اللي كانت، لانه كانت فاتوره الاستيراد كبيره جدا، كانت تنخر من الخزينه العموميه، كانت اشياء نستوردها يمكن تصنيعها بسهوله في الجزائر، ويمكن ايضا بعث صناعات مثلها، وين اليوم الجزائر اصبحت منتجاتها لما تشارك في المعارض الدوليه مثل موريتانيا او السنغال او السودان، تصيبي هناك اهتمام كبير على السلع الجزائريه والمنتجات الجزائريه. اليوم عندنا وجهة واحدة اسمها الاستثمار، واسمها تنويع مصادر الدخل، اسمها أيضا إفريقيا، لأنه العالم كله متجه إلى إفريقيا يبحث عن بوابة، يبحث عن ملاذ آمن لاقتصاداته، خاصة أنه اليوم بعد الأزمة الأوكرانية الروسية الجزائر انتعشت اقتصاديا أكثر بحكم أنه أسعار الغاز ارتفعت وأصبحت المعادلة الاقتصادية العالمية. كيف لها أن تم يعني أن تبرز مكانة الجزائر في هذه الأونة في هذا المجال خصوصا؟ والله نكمل لك الفكرة فقط. اليوم الأسعار تاع الغاز لما ارتفعت أصبحت الجزائر تلعب دور مهم جدا محوري ودولي، بحيث أنه تتحكم في الأسعار الدولية. واحد. اثنين، كل الدول تتبع الجزائر في قراراتها وفي تسييرها للبرامج الطاقة الطاقوية. ولاحظنا ايضا من هذا الباب انه السعر تاع التكلفه راح يزيد يكلف اوروبا اكثر في الانتاج، لذلك ستتجه كل المصانع الاوروبيه للبحث عن ملاذ امن، للبحث عن ملاذ ربما اقل تكلفه فيه الكهرباء، اقل تكلفه فيه الغاز، اقل تكلفه فيه حتى اليد العامله، لانه حتى اليد العامله مقارنه بالدول الاوروبيه هي ارخص من الدول الاوروبيه عبئا على المؤسسات. نعم، بالعودة يعني إلى الاستثمار ومجال الاستثمار، ما هي في نظركم يعني القطاعات المعول عليها في هذا المجال للنهوض بالاستثمار؟ والله يعني السيد رئيس الجمهورية كان دائما يلح أنه أربع قطاعات مهمة جدا للإقلاع الاقتصادي. كان دائما يبدأ بالمجال الفلاحي والزراعي، يعني لابد أن نعزز حضورنا في الجانب الفلاحي وتكثيف الإنتاج الفلاحي، هذا أهم نقطة، ونقدروا من خلال هذا الشعبة المهمة جدا نروح إلى الصناعة التحويلية. الصناعة التحويلية أيضا شيء مهم جدا لأنه نملك موارد كبيرة جدا، وأحيانا لا نحسن
استغلال ما نملك. مثلا الفوسفات نصدر العديد من الأنواع في الفوسفات والكلينكر، لكن نصدرها خام، يعني لما تحول هذه المادة نستطيع الاستفادة أكثر للخزينة العمومية. اليوم لابد علينا أن نتجه إلى صناعة تحويلية، نتجه إلى صناعة بكل مقاييسها، يعني الصناعة النسيجية كنا شفنا البارحة، وهو ما تدعمه يعني الحكومة. وبالأمس كان قد احتضن وزير التجارة ولا أشرف وزير التجارة وترقية الصدر كمال الرزيق بالجزائر العاصمة لافتتاح معرض إفريقيا، معرض إفريقيا للنقل وتجارة العبور بشراكة كذلك وبرعاية وزارة التجارة والاقتصاد الليبية كذلك، وكذلك مشاركة أكثر من 100 متعامل ليبي. إلى ما يهدف ربما هذا الملتقى كذلك؟ ولاي كل ملتقى هو إضافة بالنسبة للاقتصاد الوطني، يخلي المصدر الجزائري يتعرف على المستلزمات في الدولة الأخرى، عفوا، يخلي المصدر الجزائري والمنتج الجزائري يتعرف على الأسواق عن قرب، يعني بلا ما يروح في الجزائر فقط يقدر يتعرف مليح على الأسواق. لكن ما لفت انتباهنا البارحة هو رقم ضعيف جدا، هو رقم التبادل التجاري بينه وبين ليبيا 23 مليون دولار، رقم ضعيف. اليوم لابد علينا أن هنا ندق ونقص الخطر. لماذا؟ لأنه 175 مليار دولار كمبلغ يرصد في ليبيا لإعمار ليبيا، إعادة إعمار ليبيا طبعا، لا تملك الجزائر فيه إلى 23 مليون دولار. كيف يمكن يعني رفع هذا المؤشر؟ يعني 23 مليون دولار كيف يتم رفعه؟ يعني والله هي شوفي، التجارة فيها ربما أهم نقطة واللي كان تحدث عليه البارح، يعني العنوان تاع المعرض هو اللوجستيك، يعني طبعاً كيف يمكن أن أنقل هذه السلع إلى دولة أخرى. اليوم كل السلع الجزائرية تمر عبر دولة تونس، ونعرف أن تونس من بين الدول اللي عاملة أساليب حمائية لمنتجاتها، يعني حتى تزيد تقوي المنتج تاعها ما تخليش منتج آخر يسوق أو يعبر عبر تونس. فلذلك لابد علينا أن نفتح المعابر اللي بيننا وبين ليبيا، خاصة معبر دبدب وكان تحدث عليه سيد وزير التجارة البارحة، حتى أيضاً أنه معبر موريتانيا يعني فيفري إن شاء الله المقبل سيتم فتح طريق الرابط بين تندوف وموريتانيا، تندوف الزويرة. نعم. تندوف اليوم الزويرة. اليوم ليبيا إذا حبينا صح يعني نكون حاضرين بقوة فيها، التاجر الجزائري يحب المخاطرة، يحب أنه يذهب إلى دولة أخرى ويكتشف الأسواق ويدخل الأسواق. حتى المقاول الجزائري يريد أن يخرج، ربما في قانون النقد والقرض ستفتح مجال الاستثمار خارج الجزائر، وهذا شيء مهم جدا في الفترة الراهنة. أيضا الشاب الجزائري يبحث دائما عن كيف يمكن أن يضع ابتكاراته، كيف يمكن أن يفجر طاقاته طبعا. فهذه الأشياء ما تكونش في مثلا ما عندناش وسيلة نقل، ما كاش طائرة مباشرة إلى ليبيا. لو تروح إلى دولة مجاورة اللي هي تونس تلقاي 15 خط يوميا إلى طرابلس، ففرق يعني ربما كبير. هو ما ينقص الجزائر. نعم، فرق كبير جدا. شفنا أنه في الصيف الإخوة الليبيين، العديد من الليبيين جاءوا حتى لولاية تلمسان، راحوا في الصيف إلى بشار لاكتشاف المناطق السياحة في الجزائر. باش تصيبي واحد يعني من ليبيا يروح حتى لتغيط في فصل الصيف، يعني شغف كبير للتعرف على كل معالم الجزائر وكل المناطق السياحية في الجزائر. اليوم عندنا تحدي كبير جدا، هو كيف يمكن استغلال كل الفرص المتاحة. عندنا فرص كبيرة جدا. نعم. عندنا دائما تحدثوا على بوتنسيال، يعني فيه فرص كبيرة جدا، كيف يمكن أن نجعل من هذه الفرص مواطن نجاح لكل واحد في الجزائر. نعم. الجزائر يمكن أن تصنع تحول اقتصادي كبير، لأنه السنة هذه كما قال السيد رئيس الجمهورية ستكون سنة إنتاج، سنة تنوع اقتصادي، وسنة تميز، وهذا أهم شيء. وبخصوص يعني السنة الجزائر ماضية كذلك في تحقيق 10 ملايير دولار من التصدير خارج المحروقات، في نظركم يعني ما هي الآليات التي يجب اعتمادها للتمكن من رفع هذا المؤشر؟ والله الآن فيه تحفيزات كبيرة جدا بالنسبة للمصدرين، وبالعكس الشيء الآن الغالب على المؤسسات أنه تفتح
فروع للتصدير وتروح تفتح أيضا سجلات للتصدير. لماذا؟ لأنه فيه تحفيزات كبيرة. فلاحظوا أنه مرافقة الحكومة للمصدر تجعل منك تروحي العشرة وتروحي الخمستاش كما قال السيد رئيس الجمهورية، مش عشرة فقط اليوم، مع أنه الزيت والسكر ممنوعان من التصدير مثلا، كاين أشياء ممنوعة من التصدير. لماذا؟ لأنه نقصها وندرتها في طبعاً العالم، لابد علينا توازن الحفاظ. يعني نعم، الحفاظ على المستهلك المحلي والحفاظ على السوق المحلي، فلابد علينا أن ندرك أنه المستقبل هو للجزائر، خاصة أنه السيد رئيس الجمهورية أيضا أمر بتنويع الاستثمار في مجال مثلا الأشياء المفقودة في الجزائر، أو اللي عندنا ندرة فيها، الحليب مثلا، الحليب المجفف. نعم. كل هذه ستعرف خلال السنوات المقبلة، ممكن سنة ممكن سنتين، تحول اقتصادي كبير جدا. والجزائر اليوم تحتل مرتبة مهمة جدا اقتصاديا إفريقيا، لكن يعني نقدر نكون احنا الأوائل، لأنه نعم. عندنا فرص كبيرة جدا لنقدر نصنع بها تحولات كبيرة جدا في العالم. نعم أستاذ أمين بوطالبي، تكلمت عن السوق المحلية بالأمس، أشاد وزير التجارة رزيق بنوعية المنتجات الجزائرية المعروضة في الملتقى تحت إفريقيا للنقل وتجارة العبور، قال أن المنتجات الجزائرية تتميز بجودة أكثر من المستوردة في بعض الأحيان، وعليه أن الأوان أن تحل محل ما كان يتم استيراده. يعني ما تعليقكم يعني حول هذا؟ والله اليوم يعني المصنع الجزائري استطاع أن ينقل تكنولوجيا، ربما وكان البارحة فقط أيضا الجلسات الوطنية للنسيج والجلدية والغير جلدية. نعم بالطبع. اللي أشرف عليه أربع وزراء، هذا شيء مهم جدا، وكنا تبعنا الأربع وزراء يعني كوزير الفلاحة، اللي يؤكد على الجلود ونوعية الجلود اللي كانت تصدر كمادة خام، لابد علينا حتى أنه عدد المواشي التي يتم حتى نستفيد منها أكثر، هذه شيء مهم جدا. أيضا فيما يخص التكوين المهني، اللي أكد بصفة حادة أنه لابد علينا التمهين وتعزيز القطاع للمرأة وللشباب في أشياء ربما مفقودة الآن في قطاع النسيج، وفتح فضاء أنه أي قطاع يحب يجي نفتحه فيه فروع تكوين ويكون إضافة للاقتصاد الوطني نرحب به. أيضا القيمة التي نستوردها في المنسوجات أكثر من مليار ومئتين مليون دولار، هو قيمة كبيرة جدا. اليوم كيف هذا المليار ومئتين اللي هو سوق كبير، كيف يمكن أن نغيره مع أنه يحتاج إلى أشياء ربما صغيرة جدا في المنسوجات؟ وشفنا أنه المؤسسة العسكرية استطاعت أن تصنع أشياء كبيرة جدا. نعم أكيد. في النسيج، في قطاع النسيج، ربما كانت تستورد البدلات العسكرية، وكانت تستورد بدلات الشرطة وبدلات الحماية المدنية، اليوم نصدر هذه البدلات، ونصدر أيضا البدلات الرياضية العسكرية والبدلات الرياضية العادية. يعني كمؤسسة عسكرية استطعت أن تحط بصمة كبيرة جدا في على غرار المؤسسة العسكرية. ربما أنه اليوم المنتوج الجزائري المحلي لم يحقق الاكتفاء الذاتي، يعني لما نشوف أنه بخصوص الأحذية الألبسة، يعني المنتوج الجزائري ناقص في الأسواق الجزائرية. والله نحكي لك قصة شاب. نعم. شاب كان عنده مصنع أو ورشة صغيرة جدا للمصنوعات النسيجية، لكن شاف أنه العالم كله متجه إلى الآن البدلات الرياضية والبدلات الشبابية. نعم. فوسع المصنع بتاعه، كان عنده تقريبا 15 عامل. في سنة 2022 عرفت وزارة التجارة تنظيم مهنة الاستيراد، فاستطاع أنه شاف أنه العديد من الأشياء لابد أن تصنع في الجزائر. وسع الورشة تاعه، اليوم عنده تقريبا 150 موظف، من 15 إلى 150. كيف يتم ربما تعميم هذه التجربة؟ صنع تحدي. نعم. صنع تحدي بحيث أنه بحث عن الأشياء التي ربما تستورد بكثافة في قطاع النسيج، ولابد عليه أن يعزز تصنيعها في الجزائر، بحيث أنه أصبح سعر تاعه منافس، وأصبح في الأسواق اليوم يعني كل منتجاته تقريبا في الأسواق المحلية متداولة يعني في الأسواق. نعم، ومنافسة للأشياء الأخرى. وأنا في دردشة معه عنده تحدي كبير، أنه المكان اللي فيه وإن كان ضيق، قال لي الأستاذ أمين، قال لي أنا نقدر نروح
إلى 1000 موظف. نعم. لماذا؟ لأنه من يزور وينقل التكنولوجيا يستطيع أن يصنع المعجزات. اليوم في تركيا تروح تسيب ديزات فيلي صغار لكن يخرج لك العجب، يعني يصنع لك بها ربما فاتورات كبيرة للاستيراد. اليوم لابد للتصدير عفوا. نعم. اليوم لابد علينا أن نعي أنه الجزائر متجهة إلى التصنيع. اليابان عملت غلق مدة 15 سنة لتحسين المنتجات، للإيمان بما نملك، الإيمان بما ننسج، الإيمان. وحتى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا خير في قوم لا يأكلون ما يزرعون ولا يلبسون ما ينتجون. يعني لابد علينا أن نلبس يعني منتوجنا ولباسنا. نعم، منتوجنا. يعني أهم شيء لابد أن نتعلم كيف نخيط ملابسنا طبعا، حتى وما كانش عندها جودة اليوم، لكن اليوم لابد أن نتعلم من الشعب الأندونيسي عفوا. نعم. الشعب الأندونيسي يعجبنا في شيء أنه عنده البصمة تاعه في اللباس، يعني يلبس كل المنتجات وكل المنسوجات. نعم. الأندونيسية 100%. اليوم عندنا أشياء ربما كبيرة جدا، لابد علينا أن نرجع بالآلة الصناعية ونعيد تنويع مصادر الدخل في كل المنتجات الصناعية. نعم، كذلك أنه لو نشير أن المتعامل الجزائري أو المنتج الجزائري يواجه كذلك صعوبات، والحكومة تسعى لرفع الناتج المحلي الخام، يعني ما التدابير الواجب اعتمادها من أجل تحقيق هذا والله الصعوبات اليوم موجودة، والبيروقراطية كثيفة يعني. نعم. وفيه فيه 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 مقاومة للتغيير، مقاومة كبيرة جدا، لأنه كاين أشياء كان يربحها بسهولة، كاين هذا المستوردين ربما كان في الكونتينر يحق ملايير الدينارات. نعم. من الفائدة يشوف أنه اليوم ما عندوش الفائدة، فهذه المقاومة تكون كبيرة جدا. اليوم التحدي هو كيف أنه نصنع بصمة جديدة لتعلم الشباب بتاعنا الإنتاج، تعلم الشباب بتاعنا التحدي وروح. نعم. التحدي من جديد، وشفنا أنه حتى في الستارت اب أيضا صنعوا تحدي كبير جدا. اليوم لابد أنه الشباب هذو يتجهوا أيضا إلى الصناعة والصناعة الصغيرة والمتوسطة، وأهم شيء في المؤسسة مهما كانت هي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. يعني لما تكون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات العائلية تأكد أنه رح يمشي الاقتصاد إلى أبعد ما نتخيل، وتكون هناك مناولة بين المؤسسات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويكون هناك شراكة مجتمعية، شراكة فعلية. نعم. شراكة مجتمعية. نعم. بحيث أنه نقدر نطور المنتجات ونقدر نروح إلى الأسواق الإفريقية، والأسواق الإفريقية هي سوق فارغة. يعني واحد أول شيء يفكر فيه أنه 1.4 مليار مستهلك، يعني تخيلي هذا الرقم. نعم. 1.3 تريليون دولار هو رقم أيضا مهم جدا. لو تشوفي المناطق التي تعرف نمو، نسبة النمو في العالم، تلقاي كل إفريقيا تعرف نسبة النمو مقارنة بأوروبا، مقارنة بأمريكا، مقارنة بأسيا. لما تلقاي نسبة النمو يعني مرتفعة، تعرفي أنه هذه البلد هي فيها نمو، استهلاك. فيها استهلاك، فيها بناء. نعم. طبعا. فيها يعني كل هذا يهم. اليوم نعم. اليوم لابد علينا أن نعي أنه الجزائر في سنة 2023 ستكون سنة اقتصادية، ستكون سنة تصنيع بالذات، وأيضا وزارة الصناعة وضعت تحت تصرف الشباب وقانون يعني يهم كل الشباب وكل المصنعين أنه نقدر نستورد مصنع مستعمل بعشر سنوات، وهذا شيء مهم جدا. نعم. أنه نربح الخزينة العمومية، أنه ما نجيبش مصنع جديد لكن نجيب تكنولوجيا ونحقق به أرباح في الجزائر ونحقق به أسواق خارجية. نعم، أشرت للسوق الإفريقية وكمية استهلاكها، يعني وفي إطار التوجه الاقتصادي الجديد التي انتهجتها الجزائر لدخول المنطقة، ممكن المنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ربما ما هي الاستراتيجية الواجب اتباعها يعني لتدخل لتحريك النشاط التجاري في هذه الأسواق؟ والله الإفريقية وضعت خارطة في زليكاف، ربما العديد لا يفقه في هذه المنطقة التبادل الحر، اللي حطوا لها إدارة يعني بوحدها، يعني مش تابعة للاتحاد الإفريقي، هي تابعة للاتحاد الإفريقي لكن وحدها. اليوم
صناعة اللوبيات داخل القارة الإفريقية بدأ بالاتفاقية الثنائية بين الدول، لأنه أغلب الدول لها اتفاقيات بينها اللي تسهل التجارة وتسهل الجمارك وتسهل الضرائب وتسهل أيضا مرور السلع ومرور المواطنين. الاتفاقية فيها حتى مرور المواطن، حتى كيف يمكن تحرك هذا المواطن الإفريقي داخل الدول الإفريقية بدون تأشيرة، يعني إلى غاية 2030. لكن 2025 سيكون المفصل. لماذا؟ لأنه سيكون الدول تنافسية كبيرة بينها في إفريقيا، كيف يمكن أن تصنع منتج يكون إفريقي 100%. نعم، لأنه المواصفات تاع الجودة تتطلب أنه يكون 100%. لما تقولي 100% يعني به يستفيد من الامتيازات طبعا على منطقة التبادل الحر الإفريقية، هذا شيء مهم جدا. ونسبة الاستفادة تتغير نسبيا، مثلا 100% صفر جمارك، 50% 50% جمارك، 30% 30% جمارك إلى غير. اليوم التحدي للجزائر كيف يمكن أن تكسب داخل الأسواق الإفريقية. شفنا أنه فتحت فروع للبنوك، كيف تتموقع كذلك، فتحت، نعم، فتحت فروع للبنوك في موريتانيا وفي السنغال، وفيه توجه عام أنه نروح إلى نيجيريا وإلى غانا وإلى إثيوبيا وإلى مصر، وهذا أشياء كلها مهمة جدا. لماذا؟ للتحويلات المالية، لأنه المصدر كان يروح ويلقى مشكل مع بنك الجزائر، بعدين يولي فري فرودر ويولي أيضا في المهربين للعملة ومشاكل كبيرة لأنه ما تصلاش تحويلات. اليوم السوق الإفريقية ستعرف انتعاشها بداية من 2025، لأنه بداية دخول الفعلي لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية زليكاف تكون من 1 جانفي 2025. الاتحاد الإفريقي في شهر نوفمبر الفارط دار قمة في النيجر سمها قمة التصنيع، وكان الوزير الأول ذكر العديد من النقاط في القمة، أنه احنا حاضرين وواجدين في التصنيع ونملك مناطق صناعية، وعززنا، وهذه نقطة مهمة جدا، عززنا حضورنا في إفريقيا بمناطق حرة في الحدود مع الدول الإفريقية، الدبداب، طرب العربي، تمر راست، أيضا تيمياوين، وأيضا تندوف. فكل هذه المناطق الحرة ستعزز من تحرك السلع داخل الغرب الإفريقي، ومن خلال الغرب الإفريقي نقدر حتى نغزو الأسواق الأخرى. أيضا حضورنا في الاتفاقية تاع الغاز بيننا وبين نيجيريا هو شيء مهم جدا، وتحدينا العديد من الدول وقلنا يلا حتى وما نلقاوش اللي يصنع لنا الأنبوب بيننا وبين النيجر، يعني في في تقريبا 1900 كيلو احنا نروح ونصنعوه، يعني شركة سوناتراك قالت يلا نصنعوه. هذا كله شيء مهم جدا. لماذا؟ لأنه أنا كيف نقدر نربط بين أوروبا، وكيف نقدر نكون جنوب جنوب، نكون حاضر جنوب جنوب ونبقى حاضر شمال جنوب، ونكون البوابة بين الشمال والجنوب. هذا شيء مهم جدا، أنه نحضر في كل التفاصيل العملية الاقتصادية، وهو شيء مهم جدا. وهذا شفناه أن التحدي كان ربما 2 مليار دولار و1.5 مليار دولار، في ظرف سنتين استطعنا أن نكون 7 مليار دولار، ونقدر نكون 15 مليار دولار، ونقدر نكون أكثر، لأنه كاين دول ما عندهاش ما نملك وحجم الصادرات تاعها أكثر، لأنه التحدي تاعها بدأ منذ زمن، يعني منذ 20 سنة أو 30 سنة، وهو ما تسعى إليها الحكومة. طبعا اليوم رايحين ندخلوا الأسواق الإفريقية إن شاء الله بمرافقة البنوك، بمرافقة كل الهياكل تاع الدولة، حتى الوكالة الجزائرية اللي ترقية الاستثمار شفناها أنه حضورها كان في موريتانيا وكان في الكامرون، والوفد اللي راح زار الكامرون أيضا طبعاً استفاد من العديد من الاتفاقيات، وحتى السنغال استفاد العديد من الاتفاقيات، وأيضا السودان كانت اتفاقيات مبرمة بين الشركات الجزائرية ومستوردين من تلك الدول، هذا كله إضافة لاقتصاد الوطني. نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ أمين بوطالب، رئيس المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير، سعدت باستضافتك وشكرا لك على كل هذه التوضيحات. شكرا لك. إذن مشاهدينا بهذا نصل وإياكم إلى ختام فقرة ضيفي غرفة الأخبار، شكرا لكرمي الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.